صباح الخير كل اللي بيتابعونا وحلقة جديدة من حلقات بنصبح عليك. معاكم أنا سارة الهلالي وحلقة يوم الجمعة حلقة يعني كلها خير وأمل وتفاؤل وأيام مباركة بنعيشها بإذن الله. بنتمنى أن حلقة النهاردة تحوز على رضا حضراتكم. النهاردة هيكون كالعادة معانا فقرتين. فقرة هتكون مع الشيخ شريف ناصف القلماوي وحنتحدث عن الإسراء والمعراج وهذه الليلة المباركة ومعجزتها. نصل لفقرة الأخبار، أخبار الجمعة 17 فبراير 2023. وأول خبر من أخبار اليوم، رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لتوفير الأراضي الصناعية. الوطن التضامن تبدأ بطرح بطاقة الخدمات المتكاملة الملونة لمستحقيها وفقا لدرجة إعاقة. اليوم السابع، الداخلية زيادة أعداد شوادر كلنا واحد لتخفيف الأعباء عن المواطنين. والصحة، فحص 4.4 مليون طفل ضمن مبادرة الكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع. اليوم السابع، امتحانات الثانوية العامة 2023 تجهيز أسئلة الاختبارات من بنوك الأسئلة. اليوم السابع مرة تانية، أسماء عواد فوزي بجائزة الطيب صالح أقصى ما كنت أحلم به. وعبرت الكاتبة المصرية أسماء عواد عن بالغ سعادتها لفوزها بجائزة الطيب صالح العالمية للإبداع الكتابي في دورتها 13 لعام 2023 عن مجموعتها القصصية امرأة الحجر. جهاز التنسيق الحضاري يدرج اسم الجبرتي في مشروع حكاية شارع. الوطن مرة تانية، الانتهاء من 99.5% من إجمالي أعمال مشروع المتحف المصري الكبير. اليوم السابع، بوسترات مهرجان برلين السينمائي تزين الشوارع مع انطلاق الدورة 73. أسعار الذهب، الذهب أمس الخميس سجلت 1690 جنيها للجرام من عيار 21. أخبار الرياضة، بعثة الأهلي تغادر القاهرة إلى السودان لمواجهة الهلال. أبو ظبي الرياضية تعلن إقامة السوبر المصري بالإمارات 5 مايو. أما عن أخبار الأرصاد، طقس الجمعة ارتفاع تدريجي في الحرارة وشبورة على الطرق. وبالنسبة لدرجات الحرارة ليوم الجمعة، القاهرة العظمى 18 والصغرى 10، الأسكندرية 18-11، مطروح 18-11، سوهاج 21 والصغرى 6، إنا 22 والصغرى 7، أما أسوان فالعظمى 24 درجة والصغرى 8 درجات. وبكده بتنتهي فقرة الأخبار. مشاهدين الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم مرة تانية وفي يوم مبارك ليلة الإسراء والمعراج. النهاردة إن شاء الله دعواتكم كلها مستجابة بإذن الله ومصرنا محفوظة إن شاء الله. النهاردة مشاهدين الكرام بهذه المناسبة الرائعة بيشرفنا أن نستمع لابتهالات رائعة وأن احنا يعني نقدر نحيي قيم رائعة لرسولنا الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام. اسمحوا لنا مشاهدينا الكرام نستضيف الشيخ شريف ناصف القلماوي اللي الحقيقة دايما بيمتعنا في بنصبح عليك. أهلا بحضرتك. كل عام وأنتم بخير أستاذ سارة. كل عام وحضرتك بألف خير والأمة الإسلامية يا رب والعربية إن شاء الله بكل خير. أيام مباركة وأيام جميلة وكلنا الحقيقة مشتاقين لشهر رمضان الكريم. ويعني بدأ الصيام وبدأت فرحة يعني الشهور الكريمة. والنهاردة بإذن الله الإسراء والمعراج أهم ممكن نقول العادات اللي نتقبل فيها أو يعني نقدر إن احنا ندعي ونقدر إن احنا نبقى عارفين إن شاء الله إن ربنا هيستجيب لدعائنا. إزاي حضرتك بتقضي هذه الليلة أو إزاي بتستعدوا ليها كمبتهلين وخصوصا أنه المصريين من أهم الموجودين على الساحة في الابتهال الديني ومن الأسماء المعروفة جدا في العالم العربي هم المبتهلين المصريين؟ نعم، هو من طقوس مصر الرائع أنها دائما وأبدا ما تحتفي وتحتفل بليلة الإسراء والمعراج.
بالقرآن وبالعلم والعلماء وبالمبتهلين والمنشدين، يعني بتبقى ليلة محببة إلى النفوس والقلوب، لأنها بتسمع كتاب الله وتسمع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. في معجزة الإسراء والمعراج، والابتهال والإنشاد يحيي القلوب ويمتعها كما تعلمين فضيلتك. يعني صحيح، إيه رأي حضرتك لو نبتدي بسماع يعني حاجة من الابتهالات؟ إن شاء الله. يا زائر العرش اعزازا، يا زائر العرش اعزازا وتمكينا، يا زائر العرش اعزازا وتمكينا، فوق الملائكة جاهاً والنبينا، يا فوقت الملائكة جاها والنبينا، أسرى بك الله ليلا من حرم إلى حرم، لا الإنس تخشى ولا تخشى الشياطين في ليلة ما لها في الدهر ثانية ولا سواك، ولا سواك نبي يكمل الدين. الله. في القدس، في القدس كنت إمام الأنبياء وهم وراءك حقا في المصلين، ثم ارتقيت، ثم ارتقيت إلى ذي العرش منفتح
عند اللقاء وقد ودعت جبريل في سدرة المنتهى والنور مؤتلق رفع الحجاب في سدرة المنتهى والنور مؤتلق رفع الحجاب وعايا امتد وويدا. الله الله يفتح عليك. ويعني في ذكرى الإسراء والمعراج معجزات كثيرة جدا. نعم. لرسولنا الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام. نعم. كيف ترى استقبال يعني الأمة العربية وخصوصا المصريين بهذه الذكرى الرائعة؟ لأنه كمان الابتهال الحقيقة له مواسم. نعم. وجلسات الذكر لها مواسم من ضمنها ذكرى الإسراء والمعراج. نعم. كلمني بقى عن استعداداتكم لهذه الأيام المباركة. احنا دائما وأبدا ما بنسعد بقدوم شهر رجب طبعا. لأنه فيه هذه المعجزة الخالدة للرسول صلى الله عليه وسلم. وكانت هذه المعجزة بمثابة المنحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد المحنة التي عاشها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد عاش النبي عاما كاملا سماه علماء السير والتاريخ بعام الحزن. لأن فيه النبي صلى الله عليه وسلم قد فقد النصير الخارجي لدعوته ومساندته في الدعوة إلى الله، وهو وفاة عمه أبي طالب، وكان فيه أيضا وفاة زوجته الحنية الخالدة خديجة بنت خويلد، هذه الزوجة التي كانت تقف وتساند رسول الله وتسري عنه ما يلقاه من متاعب في سبيل الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. فبعد أن توفى عمه أبو طالب ومن توفت زوجته الحانية خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، ذهب النبي إلى الطائف ولاقى ما لقى. هذا العام كله كان فيه يعني الاختبار لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فثبت النبي وما وهن وما ضعف، ولكنه ظل يدعو إلى سبيل الله تبارك وتعالى وإلى دعوة التوحيد، حتى كانت المنحة من الله تبارك وتعالى بهذه المعجزة الخالدة. وكأن الحق يقول له: يا حبيبي يا محمد، إذا كان أهل الأرض قد رفضوك فإن أهل السماء في انتظارك ليكرموك يا حبيبي يا محمد. وصل النبي إلى ما لم يصل إليه ملك مقرب ولا نبي مرسل. فهذا سيدنا جبريل هو في سدرة المنتهى يقف ولا يتحرك، فيسأله النبي: أهنا يترك الخليل خليله؟ فقال سيدنا جبريل: يا محمد، أنا لو تقدمت خطوة لاحترقت، أما أنت لو تقدمت لاخترقت يا سيدي يا رسول الله. فيعني وقف النبي ورأى نور ربه وفرضت عليه هدية الأمة في هذه الليلة، ألا وهي الصلاة. ومن رحمة الله بنا أن الصلاة كانت 50 صلاة. فحين نزل النبي وسأله سيدنا موسى: ما افترض عليك؟ قال: فرض الله علي 50 صلاة. قال له: ارجع إلى ربك واسأله التخفيف
فإن أمتك ضعيفة ولا تطيق ذلك. فظل سيدنا محمد يتردد بين سيدنا موسى وبين ربه حتى خففها الله إلى 5 صلوات في اليوم والليلة، 5 صلوات في العمل وهي 50 في الأجر. المبتهلين والمنشدين يعني ينتظرون هذه الليلة لأنهم يبدعون فيها ويذكرون ما لاقى رسول الله صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وفي عروجه إلى السماء العلى وحضرة الإله المقرب لرسوله صلى الله عليه وسلم. المبتهلين بتنتظروا هذه الليلة وهذه المناسبة، ونحن ننتظركم يعني نستمتع ونستشعر الروحانيات الرائعة. ربنا يبارك فيك يا حاجة صالح. تفضل. سيدي يا رسول الله معذرة معذرة إن قصرت في وصف لكم، فإن جمالكم لن يوصف. لقد بان قديما ذرة من نوركم قد جمل الرحمن منها يوسفا. والله لو قلم الزمان من البدايات للنهاية ظل يكتب ما اكتفى. والله لو كان البحار مدادا لوصف أحمد ما كفى، تكفيه لقيا في السماوات العلا وبحضرة الرب الكريم تشرفا. يكفيه أن البدر يخسف نوره، لكن نور محمد لن يخسف. الله، أنا بشكر حضرتك جدا. الله يبارك فيك يا أستاذ سارة على وجودك معنا. كل عام وأنتم بخير. كل عام وحضرتك بألف خير. الشيخ شريف ناصف القلماوي بشكرك على وجودك وبشكرك على وقتك. كل عام وأنتم بخير والأمة الإسلامية والعربية إن شاء الله. مباركة وأيام رائعة. وننتظر حضرتك في المزيد إن شاء الله من الحلقات. آمين يا رب. كل عام وأنتم بخير يا سارة. سعدنا بلقائك إن شاء الله.